بصوا يا جماعة، معرفش احنا فين، لكن احنا وصلنا مكان كده في نص الغابة. جابونا نص الغابة كده لإيفنت أو فيستيفال في نص الغابة بالليل خالص في البرد. سو حلو صحباتي، أهلا بيكم في يوم جديد ومغامرة جديدة. بصوا النهاردة اليوم جميل ازاي، منظر الصراحة رائع يعني. اي نعم الدنيا بدأت تبرد، ولكن المنظر العام جميل. فالنهاردة يوم عملي بعد ويك اند طويل قضيناه، سافرنا للنمسا وقابلنا زمايلنا في مدينة بيرنو هنا في التشيك، ولكن حان دلوقتي وقت العودة الى العمل. فالنهاردة هيبقى يوم غالبا يعني اهدى شوية من الكام فلوج اللي فاتوا، ولكن بعكس الاسبوع اللي فات حاول بقى ان انا اصور لكم في الشغل، لان الاسبوع اللي فات كان اسبوع مميت. الاسبوع ده هنحاول ان احنا واحدة واحدة نرجع ل الروتين بتاعنا. هل انا لوحدي يا جماعه ولا اي حد فيكم بيبدا يأزأز ليه ما بيعرفش ان هو يوقف؟ لان انا الصراحه لما ببدا بيبقى صعب جدا، بقعد اقول لنفسي طب شويه كمان شويه كمان شويه كمان، لحد ما في الاخر بضطر ان انا يعني اخبيه. برينج سيشن الشهريه البسيطه هي، يعني ما بنجيبش حاجات كتير، يا دوبك تونه وتوست، حاجات بتخلص في اول يومين وبعدين بنقعد شهر من غيرهم وبنرجع تاني يعني لما نكون فاضيين كده، نكون مخلصين الشغل بدري نرجع نلم لنا كام حاجه كمان. فالنهارده بحاول ان انا ابقى صحي لحد ما، بس كده كده يعني الاكل ده هيخلص في خلال ال 24 ساعه الجايه غالبا. ما اضحكش عليكم يا جماعه، مؤخرا ما عنديش وقت قوي ان انا اروح التمارين بتاعه الكوره والسكواش والجيم والحاجات دي كلها، بالذات ان اليوم قصر كمان، فالواحد بيحس ان هو ساعات مكسل. فقلت اجيب حاجات بقى عشان ابدا اتمرن في البيت شويه، عندي اوريدي كام حاجه في البيت، ولكن قلت ازود النهارده عليهم شويه كمان علشان نسخن. بقالي 3 4 ايام كده بتمرن في البيت، فقلت خلاص كده نبدا بقى ان احنا نشتري حاجات علشان نلتزم اكتر واكتر كمان. احنا دلوقتي في محل ديكاثلون، ديكاثلون الصراحه يعني كنز من حيث الحاجات اللي هي زي دي. بس هنجيب الحاجات ونطلع دلوقتي على براغ. بس يا جماعه إلينا وبرينا جم يزورونا، كانوا بيدرسوا معانا هنا السنه اللي فاتت بس رجعوا اسبانيا وسلوفينيا، فوصلتهم يعني راحوا يشتروا كام حاجه، لقيتهم طالعين بيقولوا لي جبنا لك هديه للكريسماس، يعني كريسماس كيم ريدي ذس يير ستيل لايك ذا فيرست داي اوف نوفمبر. اه سو اي هاف تو كيپ ات تو كريسماس اور اي كان ايت ات ناو؟ يا يو شور؟ يس. اول رايت ثانك يو جايز. اجمل نومه، ما اجمل نومه العربيه. بصوا الدنيا جت عليا، انا ونورس جامد. بس نورس مع بيجامه اهو متظبط، بس نومه جميله الصراحه مريحه. الورده تمام يا صاحب. تصبح على خير. نومه ما طولتش قوي يعني، نورس صحي واوريدي مقضيها مسلسلات سوري. عشان انسى النومه منين انت؟ قلت لك رجلك هتبرد، ما صدقتنيش. قلت لك البس جوارب، قلت لي ما تقلقش. ايه كرك جاهز؟ جاهز. طبعا ما كانش ينفع ان احنا نيجي براغ من غير ما نعدي على حبايبنا واخواتنا، وبصوا يعني فعلا حبايبنا واخواتنا، لدرجه ان هو عيسى بيقرا نفس الكتاب اللي انا كنت بقراه الاسبوع ده في نفس الوقت، ولكن هو معاه الفيزيكال كوبي. انا كنت سامعه اوديو بوك ميديتيشنز باي ماركوس اوريليس، بس هو عاجبه اكتر ما هو عاجبني الصراحه، لان انا حسيت يعني في حتت كده هري زياده عن اللزوم. بس انت عاجبك ها ماركوس؟ بصوا الله يوم جميل كالعاده هنا من خود اوف لاند. احمد بتشيك، سابنا نايمين في العربيه تحت عشان ما ردش عليا لما جينا له الساعه. كده سيبنا ننام في العربيه. انا سبتك تنام في العربيه، انت ما طلعتش، انت عارف ان البيت بيتك. بتهزر. اللي حصل امبارح ان انا ونورس كنا خارجين، وبعدين جينا كنا عاملين حسابنا هنبات عند احمد هنا، وكلمنا احمد قعدنا نتصل بيه نتصل بيه، وانا قايل له خلي التليفون جنبك عشان اتصل بيك، فما ردش. قلت خلاص طالما هو نايم وفي ساعه نومه فما نصحيهوش ونيجي يعني ان احنا نقلقه الساعه 5 الفجر وكده. فاللي حصل ان انا ونورس اضطرينا ان احنا ننام في العربيه زي ما انتم شفتوا كده، ودلوقتي انا ونورس خلاص طلعنا واستحمينا وجهزنا وقاعدين بقى قاعده عربي كده بالشاي الكرك بتاعنا الصباحي. بصوا
بعد سنين طويلة عيسى بيقعد يسمع عن مدينة هرادسكرالوفا أخيرا وصل. أحمد طبعا كان عايش هنا زمان فحافظها، وقلنا نخش على المول على طول ناكل لنا أكل أسيوي سريع كده قبل ما نبدأ بقى اليوم بتاعنا. لسه الساعة 5:30 فقدامنا يوم طويل نفسح فيه عيسى بقى ونوريه المدينة. الولد اللي جنب عيسى معجب بيه، بصوا بقاله يعني ناقص إن هو يجي يقعد معانا. يلا بالهنا والشفا. بصوا يا جماعة معرفش احنا فين، لكن احنا وصلنا مكان كده في نص الغابة. جابونا نص الغابة كده لإيفنت أو فيستيفال في نص الغابة بالليل خالص في البرد، فاحنا طبعا لابسين بقى جاكيتات ويعني جاهزين للشتاء. ايه ده، هما سايبين الكلب في البتاع؟ سايبين كده؟ اه سايبين لنا الشباك. ايه بوي الناس دخلت الحفله يا جماعه ولا الايفنت اللي احنا داخلين ده؟ سايبين الكلب في العربيه. المهم الناس ركنا وسط في نص الغابه كده، احنا دلوقتي داخلين. انا نفسي اوريكم النجوم ولكن مش هتبان قوي على الكاميرا اللي انا بستخدمها دي، ولكن النجوم واضحه وضوح يعني مرعب. بص يا جماعه لسه متعرفين على بنتين في الطريق دلوقتي، والصراحه كنا تايهين لان بصوا المكان ضلمه تماما، فهم هيوصلونا، هم هيورونا المكان فين. لان غير كده ما كنا هنتوه يعني. بص يا جماعه وصلنا للفستيفال دلوقتي، في مكان هنا للاكل. انا مش فاهم الصراحه التقسيمه يعني، ولكن في ناس غالبا بتعمل باربيكيو هنا، في ناس بتطلب اكل من هنا، في غرف رقص يعني شايفين النور اللي ورا ده، ناس بترقص جوه. في هنا مكان تاني برضو تخشوه غالبا بار او مكان رقص برضو. انا مش فاهم قوي الديناميك يعني، ولكن المهم ان احنا هنا على حس عيسى واحمد يعني بنقابل اصدقائهم التشيكيين اهم، وعمالين يعني بنستكشف لسه المكان. مكان كتكوتي كده يعني، واحنا الوحيدين اللي مش متشيك هنا، فيعني تايهين شويه. بصوا يا جماعه قابلنا صديقنا هنا من التشيك. Paul right? What is it? Bro انت you're standing in front of it. وسع. بص الصوره دي جايه من البروجيكتور ده. يعني بروجيكتور محطوط عليه صوره، عامل بروجيكت للصوره. بصوا الاضاءه. بصوا هنا الدنيا برد جدا، فالمراكب بياخدوها يخشوا البحيره دي، وممكن ياخدوا غطس في البحيره وبعدين بيطلعوا من البحيره. دي ساونا اللي قدامي دي، وهنا بقى بيخشوا يعني يدفوا بعد العوم. بصوا دي واحدة من الغرف اللي هما بيباتوا فيها. بصوا في سراير حمامات. الأوضة يعني بسيطة زي الباب اللي قدامنا كده، يخشوا يعني يناموا جوه ويطلعوا الصبح مثلا يقعدوا هنا بالمنظر ده. وقدام بقى في حمامات والسيرفيسز يعني، وهناك في حوض لو شايفين عشان يتوضوا برضو الصبح بعد الحفله بتاعتهم. مكان عجيب شويه الصراحه بالنسبه لي، والناس ناشره غسيله اهي. لا فايب لزوز يعني. ماتيو هنا بيفرجنا على البحيره. بصوا هي الفكره ان المنظر قدامي دلوقتي احلى بكتير من اللي انتوا شايفينه على الكاميرا. يعني دي نجوم المفروض، تحتنا هنا بحيره ورانا هنا الساونا. بقول لك انت مش حاسس ان احنا دخلنا فيستيفال هيبيز؟ الظاهر كده. شكلنا فعلا يا جماعه بدانا نجمع ان ده الظاهر الفيستيفال بتاع جماعه هيبيز، يعني كلهم قاعدين مغمضين عيونهم. ماثيو از ذس لايك كونسيدرد ا هيبي فيستيفال؟ اتس الترناتيف فيستيفال. اوكي انا مش فاهم احنا فين دلوقتي. احنا في نص الغابه. بص بص المنظر حوالينا، شجر بس. عندهم دوش؟ عندهم دوش. طب كويس طلعوا نضاف اهو. ده المفروض الحمام او المكان اللي بيجوا يستحموا فيه كل يوم الصبح. Is the girls toilet? Yeah, okay. Naked. Naked. خلينا نطلع. دي الحمامات اللي بيستحموا فيها. اه. وانا داخل بصور. ولاد وكله على بعض. كله مع بعض ها؟ كله على بعض. يا عم احنا جينا فين؟ بصوا احنا في نص الغابة يا جماعة، حوالينا كله شجر والمناظر دي، وفي واحد لسه متعرفين عليه يعني بيفرجنا على المكان. ماتيو. الظاهر في حاجة بتحصل هناك، في نار وفي أضواء. أوبا دي ظاهر أوضة تانية برضو فيها
موسيقى وبار صغنن. انا توقت في الحالة دي. دخلنا حفلة تكنو مفاجأة. بصوا المكان هنا برا بار في السريع, هنا الناس بترقص جوا يعني. بصوا احنا داخلين المنطقة اللي معظم الناس بتنام فيها, الناس بتيجي ترص السليبنج باك بتاعتها. المفروض الصبح يعني بتبقى دي غرفة الألعاب, فوسبول وبينج بونج ومعرفش دي مكتبة يعني حد بيستخدمها ولا لأ, ولكن هي دي. والناس بتنام بقى حوالين الترابيزات وفي الدور اللي فوقينا كمان. اوه انا في ناس نايمة وحاطين فاير بليس, ودي ترابيزة بينج بونج اللي عايز يلعب يعني. بص يا جماعة عمالين كلنا بنلعب ماتش فوتبول هنا. ماري هي الحكم. I'm saying you're the referee. Let's go. لسه متعرفين على الجماعة دول دلوقتي على فكرة, ما نعرفش حد فيهم ولكن مبسوطين. قاعدين دلوقتي حوالين النار بنتدفى الصراحة لأن الجو برد جدا. الصراحة صاحبنا ماتوش يعني تولانا النهاردة يعني وقاعد يفسحنا, وهو اللي عرفنا على كل حاجة هنا يعني. So you come here every year, huh? This is my second time. Okay, so from now on it will be every year. Yeah. وبعد ليلة طويلة عريضة, أحمد رأيك إيه في ليلة النهاردة؟ Yeah, bro, great night, Fantastic. وعيسى, عيسى كانت فكرة عيسى الصراحة الإيفنت اللي إحنا روحناه النهاردة, أو فكرة زمايل عيسى وهم اللي عزمونا إن إحنا نروح معهم. فنشكر عيسى على الليلة الجميلة دي, ولكن إحنا ميتين دلوقتي. فكان عادة استنونا بكرة في فلوج جديدة ومغامرة جديدة. Until then, take care and safe travel, حبيبي.